بموجب اتفاق أوقف قتالا استمر 6 أسابيع بين القوات الأذربيجانية وقوات إقليم أرتساخ، انتشر قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم والتي ستبقى هناك لمدة 5 سنوات على الأقل. وزارة الدفاع الروسية أكدت أنه جرى نشر ما يقرب من 2000 جندي و90 ناقلة جند مدرعة و380 مركبة ومعدات أخرى، وإن المزيد من العتاد العسكري في طريقه إلى هناك. وقالت وسائل إعلام روسية إن 20 طائرة عسكرية أقلعت في اتجاه المنطقة وبدأت الوصول إلى أرمينيا في طريقها إلى أرتساخ. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاق الذي تم إعلانه ووقعت عليه موسكو أيضا يمهد الطريق لتسوية سياسية دائمة للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأجبر عددا كبيرا على النزوح وهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا. وأكد بوتين أن القوات سيتم نشرها على طول خط المواجهة في أرتساخ وفي ممر بين الإقليم وأرمينيا. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد نفى أن تكون يريفان قد تعرضت لهزيمة، لكنه أقر بوقوع كارثة متحملا مسؤوليتها بصفة شخصية، مشيرا إلى أنه أبرم اتفاق السلام بالاتفاق مع قيادة الجيش. في السياق اندلعت اضطرابات في ريفان عاصمة أرمينيا، حيث اقتحمت حشود كبيرة المباني الحكومية واصفة الاتفاق بالخيانة. ودعا بعض المحتجين باشينيان إلى الاستقالة، وهو مطلب ردده فيما بعد 17 حزبا سياسيا، بينما بدأت إجراءات تقديم التماس يطالب بإلغاء الاتفاق. ويعتقد المراقبون أن الدعم العسكري من جانب النظام التركي للقوات الأذربيجانية هي التي ساعدت قوات باكو في احتلال المناطق بأرتساخ، فيما أكدت عشرات التقارير الدولية والاستخباراتية أن أنقرة أرسلت الآلاف من المرتزقة لأذربيجان لتغير كافة الصراع لصالح حليفتها.